بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد. يسعدني أن أرحب بكم في موقع خدمة دروس التابع لمدرسة تطوير الإلكترونية. نبدأ درسنا اليوم اللي هو طبعا درس الصف الثالث متوسط علوم عمل العلماء. مشيئة الله راح أقدم لكم حسين الردادي مقدم هذا الدرس، ومن إعداد الزميل صالح حسين محمد. نبدأ بمشيئة الله. نقف في البداية عند أهداف هذا الدرس. أهداف هذا الدرس: خطوات حل، تختبر خطوات حل المشكلة، تختبر خطوات حل المشكلة بطريقة علمية، توضح كيفية بناء الاستقصاء المصمم جيدا. حياك الله يا مازن. توضح كيفية بناء الاستقصاء المصمم جيدا، هذه هي أهداف الدرس اللي الموضوع كامل حيدور حولها مشيئة الله تعالى. كتهيئة وانطلاقة لهذا الموضوع، نبدأ بالصورة الواضحة أمامكم. مازن الصوت واضح عندك؟ مازن أعطينا رقم واحد إذا كان واضح. طيب ننتظر مازن، ما مشكلة. تمام، الصورة اللي أمامكم الآن حسند لكم مهمة ماذا، ما هي دلالة هذه الصورة بالنسبة لكم. بإمكانكم التواصل معي إخوان من خلال الشات. الإخوان والأخوات، على ماذا تدل هذه الصورة بالنسبة لرؤيتك؟ نفايات جميلة شاهد. مازن بيقول إنها مشكلة. جميل. هدى بتقول إنها تلوث بيئي. كلام جميل. هذه الصورة الماثلة أمامكم تمثل مشكلة يعاني منها العالم اليوم، ألا وهي مشكلة التلوث. مشكلة التلوث. حياك الله يا أخت بسمة. مشكلة التلوث هذه الصورة اللي أمامنا بتمثلها. هذه مشكلة، هناك مشكلات أخرى، مشكلات علمية، مشكلات اجتماعية، مشكلات بيئية، مشكلات صناعية، مشكلات كثيرة جدا، ولكن أساليب الحلول دائما تكون بخطوات تقريبا متقاربة، تقريبا تكون متقاربة. طيب، لأي مشكلة بنستخدم حل، أسلوب حل المشكلات، أسلوب حل المشكلات. هذا الأسلوب بيعتمد على طريقة ونمط معين للتعامل مع أي مشكلة. إذا ممكن الأخوان يعطونا تصور عن هذا الأسلوب إذا ممكن. من خلال الشات يا اخوان، كيف يمكن حل مشكلة بطريقة علمية؟ طيب، بسمة بتقول انها تتطلب استقصاء، مازن بيقول بخطوات حل المشكلة المعروفة. طيب، بس نوقف عند جواب الأخت بسمة اللي هو الاستقصاء. كلمة استقصاء هذه ممكن أنها تشكل على بعض الإخوان من حيث الدلالة والمعنى، فممكن نوقف عندها إذا سمحتوا لي بس دقيقة واحدة. الاستقصاء مأخوذة من مصدر من الفعل استقصى، وتعني التحري في الأمر
ونقول استقصى تفاصيل الموضوع، أي بحث تفاصيل الموضوع جملة وتفصيلا. هذا معنى ما يدل عليه كلمة الاستقصاء إذا هي مشكلة على أحد. جميل، البحث والاستقصاء لهم نفس الدلالة. جميل، طيب أول خطوة من خطوات حل المشكلة ألا وهي تحديد المشكلة. تحديد المشكلة بمعنى الشعور بوجود مشكلة ما، يركز العلماء على فهمها بوضوح قبل إيجاد الحلول لها. طيب خلينا ناخذ على جنب كذا عن الموضوع مشاكلنا الشخصية الآن. أي واحد لا سمح الله لو تعرض لمشكلة بسيطة جدا يبدأ يبحث عن حلول، وبنلاحظ كلنا أنه أول خطوة من خطوات هذه الحلول هو معايشة هذه المشكلة، الشعور بها، الإحساس بها، الإحساس بوجودها، ثم بعد ذلك البحث لها عن حلول. نفس المشكلة، نفس الطريقة هذه يتبعها العلماء في حل أي مشكلة كخطوة أولى، تحديد المشكلة والشعور بوجود هذه المشكلة. واضح يا إخوان؟ الصوت واضح عندكم لو سمحتوا؟ طيب بارك الله فيك. تمام، الله يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. طيب. طرائق حل المشكلة. إذا ممكن بس كذا نسمع الصوت، ناخذ مين كذا نعطيه المايك بس نسمع. مازن، ناخذك يا مازن. تفضل يا مازن. مازن الصوت معك. اقرا لنا يا مازن لو سمحت. طرائق حل المشكلة، زي ما احنا شايفين عندنا طريقتين لبحث المشكلة، إما استخدام البحث الوصفي أو استخدام البحث التجريبي. عندي طريقتين لحل المشكلات. جميل، البحث الوصفي والبحث التجريبي. طيب إذا ممكن من خلال الشات إخوان بس إذا أحد يعرف، ما هي مشكلة مازن، ما هي مشكلة. نبغى نفرق بينهم وبأبسط ما يمكن، البحث التجريبي والبحث الوصفي إذا ممكن. طيب شاهد بتقول زي ما واضح أمامكم، البحث الوصفي يتم عن طريق الملاحظة. كلام جميل جدا. الأخت بسمة بتقول الوصفي من خلال الملاحظة، نفس كلام الزميلة. البحث التجريبي بتضيف زميلتكم بتقول إنه يكون عن اختبار أو تجربة. كلام جميل جدا. إذا البحث طرق حل المشكلات لها أسلوبين عندي هنا، إما أستخدم معها البحث الوصفي أو البحث التجريبي. حياك الله يا عبد الله، وعليكم السلام ورحمة الله. طيب اخواني امامنا الان سؤال اختيار متعدد. سؤال اختيار من متعدد. يتبع العلماء طرائق مختلفة لحل المشكلة، منها البحث الوصفي، البحث التجريبي، الملاحظة. الإجابة A و B. طيب نجرب ناخذ عليها تصويت يا اخوان.
كتجربة كده في أول درس لنا، ناخذ عليها تصويت. شوف السؤال جيدا وحدد الإجابة في بالك، ناخذ عليها تصويت. ننشئ تصويت، السؤال موجود عندك. ايه سي طيب، ظهر عندكم التصويت إخوان؟ التصويت واضح عندكم؟ واضح الآن أمامكم التصويت؟ جميل، بدأت الإجابات تظهر. بدأت الإجابات تظهر. جميل، إذا زي ما ظهر أمامنا إنه الإجابة إذا كانت الإجابة إخوان اللي هي الإجابة دي اللي هي تشمل البحث الوصفي والبحث التجريبي، هذا ما يتبعه العلماء كطريقة لحل المشكلات. طيب. نبدأ الآن نتناول الطريقتين هذه بشيء من بالتفصيل، البحث الوصفي، البحث الوصفي زي ما تفضلتم في السابق، ما يتضمنه هذا البحث الوصفي. إذا ممكن تكرروا لنا بس البحث الوصفي على ماذا يعتمد؟ إجابة مختصرة إذا ممكن من خلال الشات. ما شاء الله تبارك الله، الأخت بسمة بتؤكد على أنه يعتمد على الملاحظة، كذلك الأخت شهد، وايضا مازن بيعتمد على الملاحظه، ايضا عبد الله على الملاحظه. جميل جدا. اذا الاعتماد في البحث الوصفي على الملاحظه وليس على التجربه. على الملاحظه وليس على التجربه. خلينا نشوف الشريحه هذه. البحث الوصفي هو البحث الذي يستخدم في الاستقصاءات التي يصعب فيها إجراء التجارب، ويعتمد غالبا على الملاحظات زي ما تفضلت يا إخوان، يعتمد على الملاحظة وليس على إجراء التجارب، هذا البحث الوصفي. طيب، إذا ممكن بس نأخذ مثال على البحث الوصفي. عندي مشكلة لا يمكن حلها إلا باستخدام البحث الوصفي، مشكلة بسيطة كده. إذا ممكن كمثال من أي زميل، أي منكم؟ ها
ما في مشكلة معينة يمكن حلها باستخدام البحث الوصفي، مشكلة ما. طيب ماشي، أنا أعطيكم مثال وعلى ضوءه يمكن الصورة تتضح أكثر. هدى بتقول المرض. هدى بتقول المرض. يمكن. يعني في حالات يمكن. شهد بتستعين بمثال في الكتاب. ماشي، جزاكم الله خير. خلينا ناخذ مثال بسيط. طيب ما رايكم بمشكله ما العنف عند الاطفال بسبب الالعاب الالكترونيه العنيفه؟ مشكله العنف عند الاطفال بسبب الالعاب الالكترونيه العنيفه. لو اراد باحث ان يبحث هذه المشكله، هل بيستخدم البحث الوصفي او البحث التجريبي في رايكم؟ أعطونا إجابات إذا ممكن من خلال الشات. شهد الوصفي، مازن الوصفي. طيب جميل، وبسمة أيضا تتفق. إذا مثل هذه المشكلات تبحث من خلال البحث الوصفي، من خلال البحث الوصفي. طبعا هذا البحث الوصفي ممكن ناخذ أمثلة أخرى، يعني خلونا ناخذ مثال آخر. من يعطينا طب مثال؟ يلا من عندكم المثال. مثال على مشكلة ما نستخدم لها البحث الوصفي في الحل. أنا أعطيتكم مثال العنف عند الأطفال بسبب الألعاب الإلكترونية العنيفة. طيب، حناخذ مزيد من الأمثلة لاحقا. بس ما بتقول يمكن وصف الأشياء بالكلمات والأرقام، هذا أسلوب البحث الوصفي صحيح، هو وصف، يعني وصف كما تفضلت. طيب ننتقل لخطوات البحث الوصفي. خطوات البحث الوصفي عندي كذا خطوة زي ما هو ظاهرة أمامكم الآن. تحديد هدف البحث، وصف تصميم البحث، الموضوعية، تمام، عناوين حوقف عليها، حنمر عليها كتوضيح بشكل سريع اذا ممكن. تحديد هدف البحث، اولا لابد ان يكون للبحث هدف يريد ان يجيب عليه او يريد ان يصل اليه لحل مشكلة ما على سبيل المثال. هذا رقم واحد من الخطوات. رقم اثنين تصميم البحث. تصميم البحث هذه تشمل عدة نقاط. كيف حينفذ البحث؟ ما هي الخطوات المتبعة في تنفيذ البحث؟ تسجيل البيانات وتحليلها، وكيف البحث حيساعد في حل هذه المشكلة اللي أجري هذا البحث من أجلها. هذه كلها تندرج تحت وصف تصميم البحث. نجي لنقطة الموضوعية، هذه مهمة جدا أخوة، مهمة جدا حكاية الموضوعية هذه. الموضوعية هذه معناها عدم التوقع مسبقا للنتائج، لا تتوقع نتائج البحث مسبقا، لأنه هذا يعد تحيز، والتحيز هذا يعني يعتبر ضد الموضوعية في الأبحاث، يجب أن تجرى الأبحاث وعلى ضوء النتائج تكون البيانات الظاهرة، أما توقعها مسبقا فهذا يعد تحيزا، وهذا التحيز مرفوض وينافي الموضوعية. ماشي؟ طيب نقطة أخرى أيضا، قد يحدث التحيز عند إجراء المسوحات. إيش يعني المسوحات؟ يعني إجراء مسح. لو مثلا شخص أراد أن يجري مسح ل موضوع ما بمقابلة أشخاص مختلفين، تمام؟ فنجد أنه يقابل هؤلاء الأشخاص ويبدأ بجمع المعلومات منهم، تمام؟ هذا مثال على المسح. أيضا التحيز في إجراء المسوحات أو اختيار المجموعات أيضا ينافي الموضوعية. الموضوعية تتطلب عدم التحيز وعدم التوقع في النتائج.
يعتمد البحث الوصفي في الإجابة على تساؤلات من خلال، ناخذ إجابة من خلال الشات إذا ممكن. تفضل يا شاهد. يعتمد البحث الوصفي في الإجابة على تساؤلاته من خلال، هل التجربة يا شاهد؟ هل القياس؟ هل الملاحظة؟ هل الفرضية؟ زميلتكم طبعا بتقول انه يعتمد على الملاحظة، وايضا عبد الله بيؤيدها في هذا الكلام، وايضا مازن، وايضا بسمة، الجميع متفق على انه البحث الوصفي يعتمد في الإجابة على تساؤلاته من خلال الملاحظة. نجي الآن للشريحة التالية، الأجهزة والمواد والنماذج. الأجهزة والمواد والنماذج. الصورة الأولى هذه مثال على جهاز. الصورة التالية هذه نموذج. ما أدري واضحة بالنسبة لكم الصورة الثانية هذه؟ أحد ممكن يعطيني إجابة؟ نموذج لماذا هذه الصورة؟ بركان؟ لا، هي الصورة عموما ما هي واضحة كثير، سامحونا يعني. عموما هذه الصورة نموذج لخلية مجسم. لا، نموذج لخلية، كنت متوقع انها غير واضحة يعني، حدسي كان في مكانه. طيب هذه نموذج لخلية. الصورة التالية هذه تمثل بيانات وجداول زي ما احنا شايفين ورقية. الأجهزة والمواد والنماذج. طيب إذا ممكن أحد يعطيني أمثلة على أجهزة ممكن استخدامها في البحث، ممكن إنها تعين، ممكن استخدام أجهزة مختلفة، إذا أحد ممكن يعطينا بعض الأجهزة من خلال الشات. إذا الميزان، جميل، المجهر، الحواسيب، تمام، الله يعطيكم العافية، جميل جدا. طيب النماذج، في نماذج كثيرة، الآلات الحاسبة، شهد تقول الآلات الحاسبة، أيضا عندنا الحواسيب، النماذج المعدة بالحواسيب، الرسوم البيانية، الجداول العادية، بسمة بتقول الأوراق، هذه من ضمن الأدوات، هذه من ضمن الأدوات يا بسمة، الجداول الإلكترونية، هذه كلها بتمثل النماذج. أما الأجهزة زي ما تفضلت، أما الأدوات فما يستخدم من أوراق وأقلام تلوين وأقلام تخطيط إلى آخره، كل هذه ممكن استخدامها في إجراء البحوث. جميل. طيب استخدام النماذج هل له فائدة في رأيكم، وما هي الفائدة منه؟ نعم. طيب نأخذ فائدة ولو بسيطة، استخدام النماذج في إجراء البحوث. جميل، قد تكون التجربة خطرة، النموذج بيبعد عنا مشكلة الخطورة هذه. نعم، ممكن تكون أشياء صغيرة جدا، النماذج استخدامها بشكل واضح. أيضا نعم، الناحية الاقتصادية زي ما تفضلت شاهد، الناحية الاقتصادية مهمة جدا، لأنه استخدام النماذج يعني على سبيل المثال لو كانت عندي طائرة أستخدمها كنموذج لإجراء تعديلات وتصليحات عليها، أفضل من استخدام طائرة حقيقية، إجراء تجربة على طائرة حقيقية مكلفة. نعم جميل. طيب ننتقل اخوان للشريحة التالية، وهي عبارة عن سؤال. الصورة المرفقة
معلش ناخذ قبل أن نجاوب بس إذا ممكن، إذا ممكن قبل الإجابة. طيب بارك الله فيك، إذا ممكن قبل الإجابة بس، الصورة هذه ماذا تمثل؟ هذه الصورة، هذا الجهاز، وهذا، والصورة التالية، ها، ثلاثة، ميزان ذو كفتين، هذا إبراهيم وهدى، حياك الله إبراهيم. أنبوب، مقياس حرارة، جميل. وفي شيء مهم، هذا إيش؟ ماذا يسمى؟ هذا أنبوب زجاجي وعليه أرقام بهذا الشكل، مقياس حرارة اللي في الأسفل، هذا مقياس حرارة. مثلا هذا اللي هو المخبار المدرج، المخبار المدرج لقياس حجم السوائل. تمام 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 يا بسم، المخبار المدرج. طيب نرجع للسؤال الأساسي، الصورة المرفقة مثال على ماذا؟ هل نماذج علمية؟ الأدوات؟ معلش اختار واحد يجاوب، الجداول البيانية، الرسوم البيانية. ناخذ هدى، ها هدى، معلش عبد الله، اعطينا زميلتك. طيب نعطي يلا هدى الاجابه ايه، هدى تقول النماذج العلميه هذه الصوره. ها عبد الله الاجابه عندك. عبد الله بيقول بي اللي الاجابه بي اللي هي الادوات، وهذه الاجابه صحيحه، اذا الاجابه بي الأدوات، الأدوات هذه تمثل أدوات. تصميم الجداول، تصميم الجداول عند إجراء الأبحاث مهم جدا، تصميم جداول للبيانات وعدم تسجيل هذه البيانات بصورة عشوائية غير مرتبة وغير منظمة، مهم جدا تسجيلها في مثل هذه الجداول. تمام، يعني احنا على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي بياناتك الشخصيه انت لما تكون مسجله ومنظمه في جداول، سواء مصروفاتك على سبيل المثال او احتياجاتك، تكون منظمه ومرتبه، يسهل التعامل معها، يسهل الرجوع اليها، فما بالك ببحث يجرى، ما في شك تسهل فهم المعلومه والرجوع لها، ومن السهل الربط بين المعلومات. تتفقون معي في هذا الشيء ولا لا؟ طيب إبراهيم جميل بارك الله فيكم، أشكركم، يعطيكم العافية. إذا هذا بالنسبة لتصميم الجداول. تحليل البيانات، تحليل البيانات، تحليل البيانات، طبعا تحليل البيانات اللي هي بعد ما يجرى البحث، بعد ما يجرى البحث، هذه البيانات اللي خرج بها البحث لابد من تحليلها وفحصها وربطها بمسبباتها وصياغتها بشكل جيد من خلال إما رسوم بيانية زي ما هو واضح أمامنا، تمام بهذا الشكل، ويسهل التعامل مع هذه التحليلات لهذه البيانات. جميل صحيح صحيح إبراهيم. طيب استخلاص النتائج، استخلاص النتائج، طبعا استخلاص النتائج هذه تأتي في المرحلة المتأخرة من البحث، الوصول النهائي للنتائج والإجابة عن سؤال البحث أو المشكلة اللي يبحث فيها الباحث، استخلاص النتائج. طيب ناخذ سؤال
الاستقصاء مهم لحل المشكلات، وعادة ما ينتهي ب. أخذ مازن لو سمحتم. مازن إذا ممكن تعطينا إجابة. الاستقصاء مهم لحل المشكلات وعادة ما ينتهي ب. آسف إبراهيم. استخلاص النتائج. تتفق إبراهيم مع إبراهيم حسان؟ تتفق مع مازن في أن الاستقصاء مهم لحل المشكلات؟ جميل جميل. إذن ينتهي الاستقصاء باستخلاص النتائج زي ما تفضل. الإخوة نجي للشريحة التالية. نجي الآن للبحث التجريبي. الآن انتهينا من البحث الوصفي، الآن نجي للبحث التجريبي. اشوفوا لي الصورة هذه لو سمحتم، واعطوني مرئياتكم حولها بعبارات موجزة لو سمحتم. طيب مازن بيقول انها تجربة وشاهد. طيب ماشي. إبراهيم يصف أنه هذا معمل كيميائي تجرى فيه تجارب. صحيح، هذا اللي أمامنا كله، الصورة الآن اللي ظاهرة أمامنا هذه توحي بإجراء التجارب. من الصورة واضح أن هناك تجارب تجرى. إذا هذا هو نهج البحث التجريبي القائم على التجربة. البحث التجريبي قائم على التجربة. طيب نشوف البحث التجريبي. هو البحث الذي يجيب عن الأسئلة العلمية من خلال اختبار الفرضية باتباع خطوات منظمة بشكل صحيح. هو البحث الذي يجيب عن الأسئلة العلمية من خلال اختبار الفرضية باتباع خطوات منظمة بشكل صحيح. هذه خطوات البحث التجريبي. لاحظ تكوين الفرضيات لحل مشكلة ما، تحديد المتغيرات، تحديد العينة الضابطة، تحليل النتائج، التواصل مع الآخرين. تتضح معنا أكثر؟ نجاوب على السؤال هنا لو سمحتم. شاهد تفضلي. البحث التجريبي هو البحث الذي يجيب عن الأسئلة العلمية من خلال نسمع. إبراهيم تفضل. اختبار الفرضية. جميل. إذا البحث التجريبي قائم على اختبار الفرضية زي ما تفضلوا الإخوان. طيب هنا صورة لنمو البكتيريا. لاحظ معي ثلاث عينات من البكتيريا، بس عشان أشرحها لكم. معلش أنا هعلق وحتى تتضح الصورة. ثلاث عينات من البكتيريا أضيف للعينة الأولى مضاد حيوي، وأضيف للعينة باء أيضا مضادا حيويا آخر، وهذه العينة الضابطة لم يضف لها أي شيء. تمام. إذا هذه العينة أضيف لها مضاد حيوي، وهذه مضاد حيوي آخر، وهذه العينة عينة ضابطة لم يضف لها شيء. لو سألنا سؤال ما هي العينة التي أو ما هي عينة البكتيريا اللي تأثرت بفعل المضاد الحيوي المستخدم؟ هل العينة باء، العينة باء، أو العينة ألف؟ طيب ماشي. مين هذا اللي يبغى القلم؟ شهد. طيب دقيقة يا شهد.
يلا شاهد القلم معك، تفضلي. العينة التي تأثرت بالمضاد الحيوي بحيث أن البكتيريا لم تنمو في العينة. القلم معك يا أخت شهد. العينة ب. جميل، العينة ب، يعطيك العافية. يعطيك العافية أخت شهد. العينة ب هي التي تأثرت بالمضاد الحيوي ولم تنمو البكتيريا فيه. جميل، يعطيكم العافية. طيب، في عندي المتغير المستقل، في عندي المتغير التابع، وفي عندي المتغير الثابت. هذه كلها في التجربة. على السريع اخوان لو سمحتوا. المتغير التابع، المتغير المستقل في هذه التجربة. على الشات اخوان. ايش المستخدم هنا؟ طيب ماشي. المتغير المستقل هنا اللي هو المضاد الحيوي. أما المتغير التابع فهو نمو البكتيريا. المتغير الثابت أو الثابت الثوابت طبعا عوامل كثيرة من ضمنها درجة الحرارة وكمية المضاد المستخدم. ننتقل للسؤال الآخر. طيب نعطي القلم لمين هنا؟ إبراهيم. إبراهيم اختار لنا الإجابة الصحيحة. إبراهيم القلم معاك. من مسببات تلوث الهواء بمنطقة الرياض زيادة عدد السيارات. هذا الكلام مثال على ماذا؟ من مسببات تلوث الهواء بمنطقة الرياض زيادة عدد السيارات. إبراهيم اختر الإجابة الصحيحة. إبراهيم طيب بسمة تفضلي. A ولا B ولا C ولا D يا بسمة؟ القلم معاك يا بسمة. طيب ماشي ماشي، شكرا يا بسمة. هدى معاك القلم؟ هدى؟ طيب ماشي ماشي. جميل جميل، إذا ماشي عاذركم. إذا الإجابة من مسببات تلوث الهواء، طبعا هنا حنمدد شوية إخواني، حنمدد شوية بس إذا ممكن بعد إذنكم. من مسببات تلوث الهواء في الرياض زيادة عدد السيارات، هذا مثال طبعا على فرضية، هذا احتمال يكون صحيح احتمال يكون لا، هذه مجرد فرضية لم تختبر. طيب أي المصطلحات التالية يصف العامل الذي لا يتغير في التجربة؟ ناخذ على الشات. تفضل يا شاهد. بقية الزملاء أيضا تفضلوا على الشات. ناخذ الإجابة. الثوابت أو العامل الثابت، صحيح ما تتغير. طيب ملخص الدرس، ملخص الدرس زي ما احنا شفنا، بتحدد المشكلة، تكون الفرضية، تختبر الفرضية، تستخلص، تحلل البيانات، تستخلص النتائج، ومن ثم تعليل تعميم النتائج. سعدت اخوان كثير بتواجدي معكم، واتمنى ان يكون هذا اللقاء دائم ومستمر. بارك الله فيكم ونفع بكم انفسكم واسركم ونفع بكم هذا الوطن مشيئة الله تعالى. يعطيكم العافية وأشكر من جديد. الله يوفقكم جميعا. أشكركم مرة أخرى. أشكركم. نشوفكم إن شاء الله في لقاءات أخرى مشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.